الأصل الثاني من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الإسلام؟ دار إسلام. الإسلام هو أن تسلم لله بأن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. إسلام أنك الله سبحانه وتعالى tre نعم و. لابد أن المسلم يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي الله. وهاني ودو هني ده فلستنتي الله سبحانه وتعالى أنه كم تلا ده. نعم والمسلم يتميز عن المشركين لا يكون من المشركين بالاعتقاد وباللسان وبالعمل ويتوسط في التعامل معهم وينصح لهم. وهان تار أفستان فردي سميك مسلمير ويتيرن فشل ملهم هانو دم فرا موت نان سناكي بو موت نان كليزا وموتنا وفرجابو كما ان عندنا الان اليهودي غير النصراني كذلك المسلم غير اليهودي وغير النصراني اكرات سميو ده ايكي تيلينر ان كريستن دي توا فوشيلي سوار مسلم وان كريستوني ده فوشيلي لا يعني هذا اننا لا نفي لهم بالعهود نفي لهم بالعهود لكن لا بد ان نتميز عنهم ده بتيركات في كيسكا تاوارو بو افتالنا في تاوارو بو افتالنا من في افوشيلي فرادم نعم الدين مراتب ثلاثه درجات ثلاثه دين ها نعم الدرجه الاولى الاسلام فشتا الاسلام واعلى من الاسلام الايمان وهي رف... وهي رين الاسلام الايمان واعلى من الايمان الاحسان وهي رين الايمان الاحسان اركان الاسلام خمسه سيلنا اسلام فم اركان الايمان سته وسيلنا في ايمان اسكس والاحسان ركن واحد والله اعلم واحسانا ان ركن الله اعلم